السلاح الوحيد اللي بدأ الحرب قبل ساعة الصفر هو كان سلاح البحرية. سلاح البحرية ما خدش حقه الحقيقة في الدور اللي قام بيه، يعني كان اهتمام بالضربة الجوية، وكان اهتمام بطول كذا، وكان اهتمام بالبطولات العظيمة اللي حصلت في العبور. لكن سلاح البحرية المصري هو أول من بدأ التحرك الحربي قبل العبور. ليه؟ كان من ضمن الخطة الموضوعة ان احنا نغلق الطريق الى ميناء إيلات الإسرائيلي، وكان ده لا يمكن ان احنا نغلقه من الجنوب، علشان خاطر في إسرائيل، ما هي إسرائيل القوات الإسرائيلية كانت موجودة في رأس محمد وفي شرم الشيخ، وده المدخل الجنوبي للخليج، خليج العقبة، وخليج العقبة هو اللي بيوصل لكذا. كنا عايزين نوقفه ليه؟ لسببين. السبب الأول هو إن إشعار العدو إن إحنا مسيطرين على الجبهة من كل الاتجاهات، من الشمال ومن الغرب ومن الجنوب أيضا. الحاجة الثانية إن إحنا نمنع أي إمداد للبترول، بحيث إن إسرائيل في الحرب تستهلك كل الاحتياطي أو جزء كبير من الاحتياطي بتاع البترول. طب كنا هنقفله إزاي؟ كان القوات البحرية أو قطع الأسطول موجودة في السويس ما بتتحركش، وفي قاعدة بتقول إن عدم تحرك القطع البحرية يؤدي إلى تلف، زي حتى العربيات يقولوا لما بتتكن تبوظ. المهم فقالوا إحنا عايزين نحركها، طب نعمل إيه؟ اتفقوا مع الهند إن إحنا نقوم بأن هذه الوحدات البحرية تقوم بزيارة ودية لبعض الموانئ الهندية، والهند أعلنت ذلك ورحبت بيه وكده، وتحركت القطع البحرية جنوبا من السويس ومتجهة إلى تعبر البحر الأحمر من جنوبه وتتجه إلى المحيط، قال يعني في طريقها إلى الهند. وكان كل قائد التشكيل أنا قابلته على فكرة قائد في، ورحت هناك في باب المندب، لكن لما رحت كان قال لي إنه هو كانوا معاه ظرف مغلق، وما قال انه ما يتفتحش الا لما يسمع في الاذاعه المصريه بيان عسكري، او ومعاه طبعا موسيقى عسكريه. طيب وكمان يعمل حاجه اسمها الصمت اللاسلكي، يعني ما فيش جهاز لاسلكي يتفتح، لا هنقول له حاجه باللاسلكي ولا عايزين نسمع منه حاجه باللاسلكي. وده اللي حصل فعلا، وسافرت انا ومصور مكرم جدي الكريم وقابلناه وصورناه، وصورنا الكلام ده كله، لكن ما رضاش يخلينا نصور الخطاب اللي كان موجود معاه اللي هو اتفتح في كلمسار. في نفس الوقت كان في قوات بحرية أخرى اتجهت من الأسكندرية نحو الشمال الشرقي في البحر الأبيض، وبرضو معاها نفس الحكاية، صمت لاسلكي تام كامل، ومعاها برضو ظرف مغلق يفتح في الساعة المحددة دي. ويعملوا إيه بقى؟ أول ما يبدأ القتال هم بيطلقوا النيران على شرق بورفؤاد وفي المنطقة اللي ما بين العريش وشرق بورفؤاد، علشان يوهموا العدو بأن دي هيبقى محور رئيسي من محاور الهجوم، وفي نفس الوقت يشغلوا بيها، وهو كان طبعا محور وهمي. وفعلا تم هذا، وضربوا مواقع إسرائيلية وأصابوها من البحر. ده كان دور السلاح البحري في قبل المعركة، قبل ما تبتدي المعركة. تحركهم تم من اسكندرية شمال شرق ومن السويس جنوبا قبل يوم العبور بوقت كافي، وكان في صمت لاسلكي عشان ما تعرفش موقعهم فين، وكان محطوط الخطة بتاعت التعليمات دي تيجي ازاي. الحقيقة القوات البحرية كان هذا الدور يعني بيساعد له تأثير نفسي على العدو. ليه؟ لان اذا كنا احنا متفقين وده متفق عليه ان في تفوق جوي اسرائيلي، هو في تفوق بحري اسرائيلي. ومن امتى؟ من اول النكسة، يعني بعد النكسة بايام اغرقنا المدمرة ايلات قدام بورسعيد بصواريخ السطح سطح، اللي هي زوارق صواريخ اول مرة كانت تستخدم في الحروب، وده كان اول حاجة كانت ترفع من معنوياتنا بعد النكسة العسكرية المؤلمة اللي حصلت في يونيو 67.
وكمان مكملة للمعركة اللي حصلت في رأس العش عندما أوقفنا التقدم الإسرائيلي المدرع من الأنطرة شرق في نحو بورفؤاد شمالا، وتم تدمير القول الإسرائيلي وأوقف، ولم تحاول إسرائيل بعد ذلك أنها تعدي هذا المضيق وتخش كذا. هذه اللي عملته القوات البحرية ده كان مكمل معنويا لما تم من بعد 67، ومكمل أيضا أو ممهد أيضا لعملية العبور اللي تمت بعد ذلك.